إقليم دريوش استبشروا بالأثر الإيجابي لتساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الأخيرين ليبدأوا عملية الزرع على أمل أن يستمر الطقس الماطر. فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. عملية الحرث ورمي البذور بدأت هنا بجماعة تزاغين نواحي دريوش. الأرض هنا منبسطة تسهل عملية الحرث الآلي، والتساقطات المطرية الأخيرة خلال اليومين الماضيين شجعت فلاحي المنطقة على زرع الأرض بالحبوب أملا في استمرار هطول الأمطار. نزارع على الله، نزارع سيدار بن علي هذا غدي احمس ونزار ان شاء الله اموار خان زاق وليس شاعر ولكن تاني شي لقى شاعر على ربي على الله. التساقطات المطرية التي عرفها إقليم دريوش قد تشجع الفلاحين على حرث أراضيهم بعد أن عرفت المنطقة تساقطات لم تشهدها خلال الموسم الفلاحي الماضي. هنا بجماعة بالطيب نواحي دريوش الفلاحون يستبشرون بالتأثير الإيجابي للأمطار خاصة على الأشجار المثمرة. تحت شوية ديال الشتاء مزيانة، ماشي بزاف شوية، ولكن الناس استفدت زعما الأرض مزيانة، زرعنا شوية زرع، زرعنا الفلاحة، زرعنا شوية كل شيء، ونطلبوا الله تعالى وبركاته إن شاء الله يجيب لنا شوية الشتاء. استفدنا منها، راه حنا كنحوضوا هاد الزيتون، كان هاد الأشجار استفدنا من هاد الشتاء اللي ضرب، وشوية باش هاد الخدامة تجي عليه هاد الخدمة سهلة إن شاء الله. وحنا كنتمناو ان شاء الله المزيد من الشتاء، لان هاد المنطقه راه كتعيش بالفلاحه، راه الا ما كاين الفلاحه راه ما كاين والو. العديد من فلاحي منطقه دريوش لا يزالون يعتمدون على الحرث التقليدي بواسطه الدواب، مما يؤثر على المساحه المزروعه التي لم تتجاوز الى حد الان 2000 هكتار، بينما تقدر مصالح الفلاحه المساحه المبرمجه من الحبوب باقليم دريوش بحوالي 88000 هكتار. 17 نوفمبر اليوم العالمي للولادة المبكرة، بدأ تخليده عام 2008 بهدف تسليط الضوء على أوضاع الأطفال المبتسرين أو غير كاملي النمو، وانضمت إلى هذا الاحتفاء أكثر من 60 دولة لترسم بذلك سياستها الصحية من أجل تحقيق تخفيض لهذه الأعداد. بالمغرب مثلا انخفضت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة